صباح الخير أمل. نحن في ختام منتدى شباب العالم، اليوم هو الأخير، انتهت الجلسات النقاشية المختلفة ويتبقى بعد قليل حفل تخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب وتكريم الطلاب المتميزين. لكن أمل دعيني أتحدث عن إحدى الجلسات الهامة اللي تابعناها من خلال أيام المنتدى والمتعلقة بالصحة ما بعد جائحة كورونا. للمزيد من المتابعة والحديث عن هذه الجلسة معي الدكتورة سمر سعد، وهي عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى شباب العالم وكانت من المتابعين لفعاليات هذه الجلسة ومن المنسقين لها. برحب بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، صباح الخير دكتور. بداية نتحدث عن هذه الجلسة الهامة وأهمية التركيز عليها من خلال منتدى شباب العالم، خاصة مع ما شاهدناه على مستوى العالم في القطاع الصحي مع ظهور جائحة كورونا وظهور الضعف في بعض الأنظمة الصحية للدول الكبرى. مظبوط. الحقيقة جلسة مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة كانت من الجلسات القوية جدا جدا والمهمة جدا في الفترة دي، خصوصا ما تمر به البلاد من ظروف من جائحة، وعشان كده كان بعض أهم المحاور اللي اتكلمنا عنها. أول حاجة كان مدى نجاح النظم الصحية على مستوى العالم في مواجهة الجائحة، وفي المحور ده بالذات تم عرض التجربة المصرية. وبالمناسبة أثناء الجائحة تمت الإشادة من قبل منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية وكيفية التعامل مع الجائحة، واتكلمنا عن كيفية الاستثمار في النظم الصحية وأهمية زيادة الإنفاق في الاستثمار في النظم الصحية في مصر. اتكلمنا عن أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات الدولية، مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الدولية في دورها أثناء الجائحة لتخفيف العبء عن دور الرعاية الصحية. كان في طبعا محور عن لقاحات وأهمية تحقيق العدالة في توزيع اللقاحات على مستوى العالم. كل دي محاور اتكلمنا عنها، انطلقنا منها في الاخر لسؤال مهم: هل مصر جاهزه او هل احنا جاهزين على مستوى العالم وافريقيا وكل الدول لاي جائحه قد تطرأ مستقبلا؟ الحقيقه الجلسه كانت قويه جدا بحضورها من الشباب وكمان من الضيوف. ابرز الحضور من المتحدثين يعني كانوا ممثلين لاي جهات او منظمات؟ كان موجود طبعا دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحه والسكان، وكان في دكتوره نعيمه القصير ممثل منظمه الصحه العالميه في مصر، وكان في دكتور احمد اجويل ده من الافريكان سي دي سي، وكان في ممثلين من الجايكا ومن الصليب الاحمر ومن مؤسسه تومورو جلوبال، وكان في احد يعني ممثل عن شركات الادويه وهو سي او عن احد شركات الادويه الكبيره اللي بالفعل بدا ليهم تم انشاء مصنع موجود في مصر، وخلال فتره قريبه جدا هيكون يعني بيصنع كميات كبيره من اللقاحات. وكان في بقى ده اللي كان جديد ومتميز، ان احنا كان عندنا دكتور هو مسؤول عن او بيشتغل حاجه ريليتد بالذكاء الاصطناعي، وعرض تجربه او فكره ان احنا الروبوتس ان هي يتم تغذيتها بالكيسز بحيث بعد كده يتم التشخيص عن بعد. طبعا ده يعني كان مواكب جدا للجزء بتاع الصحه الرقميه والتكنولوجيا اللي ليها محور تاني مخصوص. نعم. فالحقيقه كل السبيكرز اللي كانوا في الجلسه كانوا اضافه قويه جدا، وكانت الجلسه قويه بمناقشاتهم وبتوصياتهم. بالحديث عن الهيئات الدوليه زي ما ذكرتي الصليب الاحمر وشركات الدواء ويعني المؤسسات العالميه ومنظمه الصحه العالميه، زي ما استدت جائحه كورونا تحدي هام لهذه المنظمات والمؤسسات، ووضح ده من خلال النقاشات اللي كانت في الجلسه. الحقيقه كل منظمه من المنظمات عرضت وجهه نظرها وايه التحديات اللي قابلتها والمعوقات في مواجهه جائحه كورونا. على سبيل المثال يعني مثلا الصليب الاحمر وهو عنده جزء، يعني احنا كنا في تشالنج ما بين هل احنا مستعدين دلوقتي ان احنا نوجه الاستثمار او المساعدات في الحاجات الطبيه، يعني مثلا توفير اجهزه تنفس اصطناعي ولا مساعدات غذائيه، وده بالذات في الاماكن الاكثر فقرا في افريقيا. احنا محتاجين ايه اكتر؟ هل الصحه ولا ان الانسان من اجل البقاء محتاج ياكل من اجل البقاء؟ فده كان تشالنج كبير جدا، وطبعا كل منظمه من المنظمات عرضت كل التحديات اللي واجهتهم، وبالتالي
عشان في الاخر نوصل، يعني نوصل لبوينت معينه، احنا محتاجين استثمار في الصحه، استثمار في نظم الرعايه الصحيه وزياده حجم الانفاق في الصحه. طب تحدي هام ما يتعلق بالقاره الافريقيه اللي اكيد بتواجه صعوبات بعد جائحه كورونا، وايضا ما يتعلق بعداله توزيع اللقاحات، هل كان في اقتراحات مرتبطه بهذه النقطه بالتحديد، يعني عداله التوزيع وان يتم تطعيم عدد اكبر من المواطنين في القاره الافريقيه او في المناطق الاكثر فقرا؟ صحيح، تطرقنا لمحور هام وهو تحقيق العداله في توزيع اللقاحات، وكان في سؤال على المنصه لدكتور احمد اجويل وهو ممثل افريكان سي دي سي، وهو السي دي سي هي المسؤوله عن مكافحه الامراض والاوبئه، وبما انه مثلا عن افريقيا بالظبط، فكان السؤال صراحه عن افريقيا، هل تم تحقيق العداله في توزيع اللقاحات؟ طبعا اجابته كانت لا. اتكلمنا عن ازاي نحقق ده، وده خلانا نخرج بتوصيه مهمه انه احنا لازم طبعا في دور تعزيز مدينه الدوله المصريه اللي تم انشائها، تم التوصيه بانه يتم انشاء مصنع للقاحات لتصنيع المواد الاوليه، مش احنا اوريدي عندنا في مصر مصنع لانتاج اللقاحات، ولكن التوصيه ميلي كانت لتصنيع المواد الاوليه عشان لكي تصبح مصر منصه دوليه واقليميه ونوصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعه اللقاحات، ونوفر كمان الرو ماتيريال عندنا في مصر. بالنسبه للمشاركات الشباب في جلسات المنتدى، بالطبع مشاركات هامه وبتحقق التواصل ما بين القيادات وما بين الشباب، هل كان ليهم اقتراحات فيما يتعلق بالقطاع الصحي او الطبي، ويمكن بمنظور اخر مختلف ممكن تساعد في دعم الدول ما بعد الجائحه؟ الحقيقه زي ما حضرتك ذكرتي وجود الشباب، هي تواجدنا في وورلد يوث فورم هي فرصه عظيمه جدا لوجود الشباب، وجودهم والتقائهم مع متخذي القرارات وممثلي الوزارات ومنظمات وهيئات مهمه جدا. خرجنا من ده فعلا يعني بتوصيه، هي مثلا ان احنا في اطار الاهتمام بالتكنولوجيا والاهتمام بالصحه الرقميه، انه يتم اطلاق مؤسسه طبيه اونلاين تضم شباب الاطباء المصري والافريقي وممثل من الدول، ليتم تقديم الاستشارات الطبيه عن بعد، وتكون منصه دوليه لاي جائحه قد تطرا. وكان في برضو توصيه تانية ان يكون حاجه زي رابيد ريسبونس تيم او فريق تصدي سريع للازمات يضم شباب العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا للنهايه دكتوره سمر سعد، عضو اللجنه التنظيميه بمنتدى شباب العالم، شكرا على وجودك معنا، وامل عوده اليكي مره اخرى في استوديو النيل.